بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. إذا مشاهدينا الكرام تعلن انطلاقة الشوط الأول للجعدان الصعوب. نطلب التوفيق لجميع المشاركين ونسير مع الغزال. الغزال صالح مخميس البطيني. بينما ننتقل إلى شرط ناصر بن علي بن خادم الزرعي من يقدم شرط. والمركز الثالث وصل متعب لسالم بن سعيد بن علي الزرعي من يقدم متعب على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك جلمود علي بن جمعة الكاسبي. بينما عود إلى البداية إلى الغزال. الغزال صالح بن خميس البطيني ولكن شرط وصل شرط باحثا عن النقطة الثانية. هنا مع متعب مع المركز الثاني سالم بن سعيد بن علي الزرعي. والمركز الثاني الشرطة ناصر بن علي بن خادم الزرعي. ولكن الله الغزال بدأ يغادر. الغزال مع علي بن جمعة مع صالح بن خميس البطيني. ولكن متعب الله الله الله. المعركة ثنائية. التحدي ثنائي. الغزال ومتعب. سالم بن سعيد بن علي الزرعي. والنقطة الثانية سلام يا متعب. سلام سلالة متعب. حمدان بن راشد هنا أيضا مع المركز الأول. المركز الثاني يصل. المركز الثاني وصل الغزال صالح بن خميس البطيني. والمركز الثالث وصل جلمود علي بن جمعة الكاسبي. والمركز الرابع شرط لناصر بن علي بن خادم الزرعي. هكذا مشاهدين الكرام التوقيت الزمني 1:49 يسجل معنا أيضا متعب لسالم بن سعيد بن علي الزرعي. شكرا أيضا مهنا من تابع هذا الشوط مع متعب. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.